محتاج جوالي كذا. تفضل. الله يعطيك العافية. بالله شوف شوف كم دقيقة مقطع كل شوي دقيقة دقيقة. يا الله والله العظيم نواف صاحي ناجي عنده المقاطع ذي اخي انا ما غير ادقدق عليه ولا يرد يا اخي قبل شوي كان يرن بس سكر في وجهي ما ادري ليش من هو؟ خوي كنت ادق عليه ليل نهار طول الوقت ما يرد علي ما ادري ايش فيه معناته انه حاضرك وش معنى حاضرك؟ يعني يا حبيبي ازعجته باتصالاتك وقام حضرك ايش؟ انا ازعجتها؟ قصدي انا ازعجته؟ ما ادري سلامات يا ولدي إلى الحين ما غيرت ملابسك وش فيك جالس كذا؟ زعلان جدي أفا وليش زعلان؟ ومن اللي يقدر يزعلك؟ صديقي يا جدي ما يرد علي ولا يكلمني عشاني كثرت عليه الأسئلة وعشاني أحاول أوصل له بأي طريقة جدي ومعه حق ولا لا؟ والله شوف يا ولدي إذا كان قاصد ما له عذر ولا تتمسك فيه وبدال الواحد ألف بس جدي إذا كان هو ما يتعوض وش أسوي فيه؟ كالعادة زعلك بسبب أمي ولا بسبب أشياء ثانية؟ عاد تتذكر يوم أقول لك أنا بتنسانا؟ صار صدق ونستنا ابن الحلال تلقاها الحين مشغولة عذرها صح لازم عذرها عشان فصول يا حبيبي هذا نستنا أنا وياك أقول لك ما في أم تنسى عيالها بعدين شو هالنبرة منك أنا أول كنت عذرها ومشي الموضوع الحين اقتنعت أني أنا من البداية كنت على صح أمي نسيتنا الحلال أنا كم مرة لازم أقول لك ما في أم تنسى عيالها إلا فيه يلا أنا بنام تصبح على خير يا رب تتغير أفكارك هلا بنيتي حي الله بنيتي وشلونس عساس طيبة وبتركي شلونها معس أموره تمام العيال لا تشيلين همهم العيال أبد عندي حطي قلبك على كراسي لا تشيلين همهم ودك تكلمينهم منو ريان خلني أشوفها لك إن كان الصاحي أبشري أنا أشوفها لك الحين لحظة أوه ريان والله يا بنتي نايم دق عليه وقت ثاني ما هي مشكلة خلي نايم شو نسوي له بعد يلا فما الله